بدأت في دبي فعاليات دورة خريف 2016 من معرض جايتك شوبر، أكبر حدث للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة. المعرض مقام من 1 ل 8 أكتوبر بمركز التجارة العالمي. جايتك شوبر بيشارك فيه مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية وأكبر شركات التجزئة المحلية، اللي بتعرض أكتر من 35 ألف منتج من أحدث التقنيات والإلكترونيات الاستهلاكية، زي الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة واللوحية والكاميرات والتلفزيونات والكماليات وغيرها. وكل العارضين بيتنافسوا على تقديم أسعار متميزة وعروض ترويجية قوية. المعرض بيقدم مجموعة كبيرة من السحوبات على جوائز قيمة، منها كاميرات نيكون دي 3300 وباقات جذابة من العطلات ورحلات الطيران. أما السحب على الجائزة الكبرى فبيتم على سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت. جايتك شوبر مفتوح طول أيام المعرض من 11 صباحاً لحد 11 مساءً، وتمن التذكرة 30 درهم للفرد. عشان تعرفوا كل الإيفنتس اللي بتحصل في دبي، اتفرجوا على إيفنتات على دبيات.tv وتابعوا فيديوهاتنا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب.